ينفذ مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ووزارة الزراعة بولاية النيل الأزرق مشروعا لتمويل أكثر من 400 مزارع من صغار المزارعين في القطاع الزراعي في المرحلة الأولى. وأكد المدير العام لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية أزيان عمر الحادو استعداد المصرف لتمويل المزارعين في النيل الأزرق عبر برنامج التمويل الأصغر والتمويل التجاري للمشروعات الاستثمارية الكبرى، مشيرا إلى أن للمصرف تجارب عديدة في تمويل مشروعات تنموية بالنيل الأزرق، منها مشروع إدخال الكهرباء إلى محلية أم درفة والتي يستفيد منها 1600 من الأسر بقيمة 122 مليون جنيه.